رايحين ناخذ اللقاح، رايحين ناخذ اللقاح. سمعوا، رح ناخذ اللقاح ونرجع فورا. ليك اصحك تبكي هنيك ماشي؟ لانه انت لما بتبكي بصير لي شي غريب كتير. سمعوا، بحس كاني رح اختنق. ماشي وعد. ايو ايه، مين هذا الغليظ اللي جاي بهالوقت؟ استناني خالته. اي دخيل. سمعوا حبيبي. فتون موجودة؟ أنا فتون، تفضل. مراد صوي كان بعت لك هدول، تفضلي يا خانم. شكرا لك. العفو. ليك سمعوا، شوف شوف عمك مراد شو باعت. وين بدي حطهم لهدول؟ ما ضل في مكان. ليكي فتون، الشخص اللي بعت لك هذا الورد أنا بعرفه منيح. مين؟ زوجك. زوجي؟ هدول لصاحبة أجمل نظرة بالعالم. يلا حبيبي صار لازم نطلع. معقول نكون بمشفى منملكة ونوقف نستنى الدكتور مثل الغرب؟ ما بقى إلا يجي. والله ما عم بفهم ليش تأخر الدكتور كل هالقد. أمي شو اللي ما فهمتي لهلا؟ بيكون عنده ولادة أو عنده أي شيء، هلا بيجي. ها 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 وصل يا جماعة. دكتور ناجي تفضل. يا جماعة شرفتوا، ما تؤاخذوني أبدا، أنا بعتذر. دكتور ناجي ممكن مرة واحدة تيجي على الوقت؟ اي والله معك حق رفيف خانوم، انا اسف. دكتور ناجي ليش تاخرت؟ اذا عندك شغل تاني بلا ما نعطل حضرتك، خلص روح وخلص شغلك، يعني لا تربحنا منيه. اه معقول هالحكي يا جان بيك؟ ما في عندي اهم منكم يا مدام. داخلين بموسم التوليد، في ضغط مدهش، الولادات على ابو جنب. موسم التوليد؟ انا ما عم بفهم عليك. طبعا يا مدام، هلا الامهات والاباء لحتى تكون الولادة على السنة الجديدة ببلشوا بدراسة هذا المشروع قبل بتسعة شهور. معقول؟ اي طبعا معقول. لك دكتور ناجي. نعم. اذا العيادة فاضية خلينا نفوت على المعاينة. يلا تفضلوا. عفوا جنبك جنبك، تفضل تفضلوا. سمعوا يا روح خالته، انت وعدتني انك ما تبكي، ما لانه انت لما بتبكي بحس قلبي عم يبكي من جوا. يا روحي بأي غرفة رح تلقحوا؟ تفضلي بهي الأوضة. اجينا بكير بس ان شاء الله تكون وصلت الدكتورة. مرحبا. انتبهوا على الحركة، البيك مبين وضعه كتير حلو. قلت بيك؟ يعني صبي؟ دكتور ناجي أنا خبرتك إنه ما بدي أعرف جنس المولود لحتى أولاد. ثانية لو سمحتي. لا لا ليكو ما نواضح. يعني بنت. مي؟ البيبي. يا ربي دخيلك. دكتور ناجي ركزوا إنا شو مع رفيف. بعتذر ما فيني خبركن، مريضتي ما بدها ياني قول. بنتي عيب عليكي، شو هالحركات السخيفه اللي عم تعمليها؟ رفيف خلينا نعرف شو جنس المولود بما انه امك هلا هون. يعني خلص تفضل دكتور ركز منيح، خبرنا شو في معه. يا بيك انا بعتذر بس يعني لا ما فيني قول. خلصنا بقى، قلت لكم انه ما بدي اعرف جنس البيبي لحتى اولاد، ما بدي اعرفه. ليش ما حدا محترم رايي؟ بنتي ليش هيك عصبتي؟ لانكم ما عم تفهموا علي ابدا. هلا مالي حابه اعرف شو معي. رفيف كبري عقلك، شو في اذا عرفتي يعني؟ دكتور ناجي. نعم يا خانو. الوضع كله طبيعي؟ اي طبيعي. الجنين وضعه ممتاز؟ ممتاز. اذا هيك انا بدي روح. يا الله لك، لوين بدك تروحي؟ بصراحة انا ما فهمت شي من هالفحص. ايه رفيف لو سمحتي ارجعي وخلي الدكتور يكمل فحصه. استاذي عصبية الحمل حالة طبيعية كتير، يعني من هرموناتها
لا تضغطوا عليها. الكل عم يضغط علي وأنا خلص مليت. شفت؟ شفت شلون؟ مو بإيده. عفوا. بنتي شو صار لك؟ شو اللي صار لحتى ضايقتي كل هالقد وعصبتي؟ تركيني أمي تركيني. يا رفيف خانم حاولي إنك تهدي حالك، العصبية ممكن تأذي الجنين. حبيب خالته هلأ بدك تتوجع؟ بس ما رح تبكي. إيه حبيبي أنت بطل. رفيف أنا عندي شوية شغل بالمشفى، خلص أنتوا سبقوني لأنه ما بعرف إمتى بخلص. نستناكم نروح مع بعض. رفيف ما فيني استنى، بدنا ناخد أبوكي ونطلع على المطار. مزبوط معك حق، معناتها ما رح تودعون؟ خالي نورهان أنا بعتذر منك، توصلوا بالسلامة. ناديلي مرت عمي مو أحسن؟ طيب، وعمو أكرم كمان بقصد حماي سلميلي كتير عليه، لا تنسي. بيوصل حبيبي، أكيد. ليكو ما بدي وصيكم، بدي ديروا بالكن على بعض. طبعاً أنت لا تاكليها. وسلم لي على مديحة، ما صار لي شوفه قبل ما سافر. أكيد مرت عمي بيوصل. يلا يلا توصلوا بالسلامة. فتون؟ جان موتني من الرعبة، أنت شو عم تساوي هون بالمشفى؟ لك هاي مشفى أبي، أنت اللي شو عم بتساوي هون؟ بقصد يعني ليش جاي بسمعه على المشفى؟ لأنه اليوم سمعه عنده لقاح. طب ليش ما خبرتيني إجي معكم؟ كيف بدي خبرك وخصوصي إنه موبايلك مانو معك؟ إذا معك أعطيني يا فتون. لا مانو معي. مع مين؟ مع مراد. مراد؟ ايه هو قال رح يلاقي حدا ويوصل لك اياه، بس يمكن ما فضي يبعته مع حدا. فتون كيف بتعطي موبايلي لمراد لحتى يوصل لي اياه؟ جان انا ما قدرت خبرك بالموعد لانه موبايلك مانو معك، فهمت علي؟ والا انا بخبرك بكل شيء له علاقه بسمعه. امتى العرس؟ عرس شو؟ ما بعرف، لسه ما حددنا الموعد. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.